تاريخ المألوف ذكرتم القرن التاسع عشر، أعتقد أنكم تقصدون القرن التاسع. التاسع فقط سامحني. لا أنا سبق لسان للتوضيح. نظن أخ رياض في هذا الاتجاه ممكن يكون معنا في الحوار الأستاذ صباح فخري، على أن نعود إلى كيفية تحريك العلاقة لخلق الحركية بين المشرق والمغرب العربي في الإبداعات الثقافية في مجلتها المقروءة والمسموعة والمرئية. يعني أرجو أخي نجيب طبعا أن يمتعنا الأستاذ الفنان الكبير صباح فخري ليس فقط برأي نظري، وإنما أن يرفقه أيضا برأي عملي. فنحن نريد من فناننا الكبير صباح فخري أن لا يكتفي بالتنظير، نحن نريد منه شيئا عمليا شاهدا حيا على هذا الإبداع الفني الأصيل الذي هو أيضا من المألوف. فهذا المألوف لديكم مألوف لدينا، هو الفلكلور الأصيل، هو التراث العربي الموسيقي الغني الذي جاء كله من ينبوع واحد، ينبوع الإبداع العربي. معا نتابع رأي الفنان الكبير صباح فخري ونتابع شاهدا حيا أيضا. تفضل أستاذ صباح. رمضان مبارك تونس، هيك بقولوا معي، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا، وفرصة طيبة أن نلتقي بجمهورنا الحبيب في تونس وجمهورنا الحبيب في سوريا. نحن ما راح نضيع الليلة بالحكي، مثل ما بقولوا بتونس ضاع الليل تقيد العود، يعني ضاع الليل بدوزنة العود. راح نسمعكم مثال حي عن الموشحات الأندلسية، الأستاذ صفوان راح يشاركني على العود. نسمعهم أيها الساقي، ما تعرفوا إليك المشتكى قد دعوناك ولم تسمع. دمدم هات شوي، هات شوي، يلا توقيع، هات هات شو أو شو توقيع. تبدي فينا قبل ما رينات شوي، بس أعرف المألوف والموشح في فرق بيناتهم يعني. يا أخي بقى الأستاذ كان أستاذ عم يحكي عن المألوف والموشح. والموشح هو المألوف ولا لا؟ المألوف هو التراث الغنائي التونسي تحديدا يعني كلاسيك، مثل ما قال الاستاذ، مثل العريق التونسي ولا المغرب العربي كله اشترك فيه. هلا كله بقول مألوف، مثلا مألوف بالجزائر يعني وليبيا وتونس والمغرب في النوبات الاندلسيه، فهو مشترك مثل ما قال الاستاذ، الكلمه واحده ولكن تلحين تختلف من مكان الى اخر، وكل يدعي انه اصلح من عنده، ما دخلنا نحن راح نسمع جذب